بعد تواصل رحلة ارتفاعاته الحادة لأكثر من 3 سنوات على التوالي، هبطت وبشكل متسارع أسعار الذهب في الأسواق المحلية ليبلغ سعر الجرام الواحد 30 دينارا أردنيا، تماشيا مع الانخفاض العالمي له بسبب بيع دول الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة منه لسد عجز أزمة قبرص المالية. تعزز سعر الذهب لأنه كثير من الحكومات الأوروبية حتى تخرج من الأزمة هي باعت ما لديها من مخزون الذهب، وهناك في حكي أنه دول بدها تبيع، وبالتالي صار في عرض كبير، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار الذهب. خلال الأعوام الأخيرة الذهب ارتفع بشكل كبير جدا، يعني الهبوط الآن هبوط كبير وإن شاء الله بيستمر. محل الصاغة شهدت حركة شرائية نشطة وإقبالا مشجعا، فقد هبط سعر الأونصة بفارق 110 دولارات في يوم واحد، يحرص خلاله المستهلكون على اقتناء المشغولات الذهبية وتقديمها كهدايا خاصة في مناسبات مختلفة. مسناها من اللحظة الأولى، يعني امبارح واليوم في حركة الحمد لله، يعني في إقبال، كل الناس سامع أنه الذهب نازل وجاي تشتري تنتهز الفرصة. في 3 أيام نزل الجرام بحدود 3 دنانير، 3 دنانير بالجرام مش قليل، يعني بالأونصة من 1607 ل 1385. تراجع أسعار المعدن الأصفر تماشى تماما مع طموحات الشباب الفلسطيني المقدمين على الزواج، بعد أن هددت ارتفاعاته المتتالية آمالهم وأسرت أحلامهم نظرا لعدم قدرة غالبيتهم توفير المهور. خلال الفترة الأخيرة إنه بطل حد يتجوز نتيجة ارتفاع إنه أسعار الذهب وهيك، وإنه بظن إنه هلا رح يصير إقبال كتير كبير إنه قال ما فيها إذا كانوا خطبين وهيك إنه يشتروا الذهب من هلا قبل ما يرجع إنه يصير في ارتفاع للأسعار، وهذا إشي كتير منيح إنه صار في هبوط الأسعار، لأنه من سنين يعني آخر أكم من سنة هيك كان في ارتفاع بس إنه مش إشي بسيط، إشي كتير كبير. المتابعون والمختصون يتوقعون أن تتواصل المبيعات صعودا في الأسواق المحلية نتيجة تواصل المناسبات الاجتماعية خلال الفترة القادمة. بعيدا عن الأسباب والمسببات التي أدت إلى الهبوط الحاد في أسعاره، تبقى البشائر بين الشباب المقبلين على الزواج في أوجها، لا سيما ونحن في بداية موسمه. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.